ترتيبيها نأولها عودة المنافسة في قطاعات وأعمار مختلفة على مستوى كرة القدم للسيدات. ايه تاني؟ ايه الاهداف التانية اللي بتتمني او هتشتغلي على تحقيقها وعلى عرضها ومناقشتها مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في الفترة؟ الاهتمام بقطاع الناشئين والبراعم بشكل افضل من كده، من خلال برضو الاقاليم مدن الصعيد عندنا، وعندنا محافظات ابلي وكده. لازم نهتم بقطاع الناشئين جدا جدا، لان احنا عندنا دلوقتي لو فكرت في كل واحد عندنا مين بيلعب، كابتن محمد نني اذا كان او محمد صلاح، احنا كلنا لو ركزت معاهم كده شفت السي في بتاعهم هم جايين منين، هتلاقيهم كلهم من الصعيد، من الاقاليم، من الاقاليم. اذا احنا عندنا بذره محترمه جدا في الاقاليم، لازم اهتمام بيها ومراعاتها بطريقه افضل من كده عشان تطلع لنا نتائج محترمه. طب هل محتاجين ندور على العناصر المميزة في الأقاليم، ولما نشوف العنصر ده مميز وعنده كفاءة وعنده موهبة نحاول ننقله سريعا للأندية المميزة في مصر، ولا بتفكري في أننا ننشئ مؤسسات رياضية قوية في الأقاليم وفي الصعيد رغم ضعف الإمكانيات هناك؟ لا طبعا لازم يبقى في الصعيد والاقاليم مؤسسات رياضيه محترمه تهتم بالقطاع الناشئين، ده اهتمام قوي جدا على اساس ان هو بيطلع لنا الكوادر دي، وفي نفس الوقت انا مش هاخد بس هو العنصر الكويس واسيب الباقي، طب ما انا الباقي ده محتاج برضه ان اهتم بيه عشان يطلع لي عناصر اكتر. هي الموضوع لازم يبقى فيه توالي واهتمام يعني متكرر، مش ان اهتم فتره واسيب، لا. يعني محتاجين كيانات رياضيه يتم انشائها في الاقاليم. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لازم يبقى فيه. هنقدر نوفر ده؟ تمويله ممكن يبقى منين؟ رغم ان احنا دايما بنتكلم عن ان الصعيد محتاج تنميه واهتمام، وانه من القطاعات اللي لسه مهمله بدرجه كبيره، وان الدوله بتحاول تلتفت اليها دلوقتي او تحقق بعض الاشياء فيه. هنوفر منين الموارد للحاجات؟ والله اكيد في موارد، الاتحاد المصري اسم لا يستهان به، واكيد ليه موارد كتيره جدا، بس هو احنا نخصص بس ونرتب اوراقنا. احنا انا شايفه ان ترتيب الاوراق والاولويات هيخلينا ان احنا نحقق ده. فرق انا منزلت الصعيد واتقابلت مع اسوان والاقصر وقنا، لا انت عندك حاجات محترمه جدا، عندك يعني احنا يعني تقريبا كده يعني انت ممكن تطلع منهم منتخبات، ما تطلعش منهم لاعبين لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه، لا انت ممكن تطلع منهم منتخبات فعلا يأهلوك بعد كده. في قاعده عريضه جدا مهمه جدا في الصعيد وفي الاقاليم محتاجه الاهتمام والرعايه عندك، لا محتاجين ان احنا نركز معاهم شويه جدا الفتره الجايه بصراحه. انا اللي فاهمه من اكتر من اجابه ان حضرتك من الناس الحريصه على القيام بجولات ميدانيه كتير، التحرك ومواجهه الناس، الحديث معاهم طبعا، او الاطلاع على ظروف الرياضه وظروف كره القدم. التواصل مهم جدا. ايه ابرز شكوى، ايه الشكوى اللي دايما بتتكرر من الاهالي لما بتناقشوهم خلال جوله في المدينه دي او دي في الصعيد او في اي مكان؟ عدم وجود تواصل، عدم يعني وجهات النظر مش واصله ليهم بينهم وبين اعضاء الاتحاد. بعد المسافات طبعا مأثر ان احنا ما فيش تواصل قوي، طب احنا ليه ما نبقاش متواصلين؟ ليه ما نعملش مثلا جوله كل فتره، مثلا مش هقول لك كل اسبوع ولا كل شهر، ممكن كل كام شهر نعمل مثلا يبقى عندنا مثلا جمعيه عموميه نروح اسوان كلنا نتقابل هناك كلنا. بتفكري في ان المجلس كله يتحرك من طبعا التاني ويبقى موجود بين الناس، وده هيبقى سبورت ودفعه نفسيه ومعنويه وماديه كمان. انت هتعمل رواج سياحي، سياحه داخليه كمان، يعني انت بتساعد من جميع النواحي. اصل دلوقتي الرياضه في ناس في بلاد بتقوم اقتصادها على الرياضه. طب دلوقتي احنا ما يبقى عندنا رياضه وعندنا سياحه ونشتغل على ده، مين المستفاد؟ الاسم مصر هو المستفاد، وده اهم حاجه. طيب هل عندكم توزيع للاختصاصات داخل الاتحاد؟ يعني النادي الاهلي موزع اختصاصاته حسب الكفاءات والخبرات الاقرب الى كل مجال، هنا المهندس خالد مرتجي متولي ده، الاستاذ خالد الدرندلي متولي ده، عاملين توزيع للمهام. هل ممكن بخبراتك السابقه في اداره مركز شباب في الاقاليم ومعرفتك حسب ما حضرتك بتقولي دلوقتي يا دكتور، احنا شايفين عندك اهتمام كبير قوي بالمشكلات في الاقاليم وفي صعيد مصر في الرياضه وفي كره القدم، هل ممكن تطلبي يبقى في ملف موكل اليكي، او ممكن الاتحاد يبقى عنده مبادره دكتوره دينا رفاعي تتولى الملف ده في الاتحاد؟ ولا ده لسه ما بتشتغلوش بالطريقه دي في الاتحاد؟ لا احنا لسه ما اشتغلناش اصلا، احنا لسه في بدايه يعني التحضير. لسه يعني ده تصور موجود عندك؟ ليه لا، احنا لازم نقعد مع بعض كاعضاء مجلس اداره ونتناقش وجهات النظر المختلفه، انا عندي وجهه نظر والعضو الثاني عنده وجهه نظر، ونشوف الانسب ايه وايه اللي يكون في صالح الكره المصريه وصالح الجمعيه العموميه ونعمله. يعني هو ده هدفنا دلوقتي، واعتقد ان ده هدف الاتحاد نفسه يعني بكل اعضائه وعلى راسهم المهندس هاني ابو ريده كرئيس اتحاد، هو هدفنا النجاح باسم الاتحاد المصري لكره القدم. المنافسه في الانتخابات التكميليه اللي تفوقتي فيها ووفقتي ودخلتي مجلس اداره اتحاد الكره شايفاها ازاي؟ هل كانت خطوه اصعب من التجارب اللي فاتت؟
مما لا شك فيه ان هي كانت خطوه صعبه وفي نفس الوقت كانت منافسه شرسه جدا ومحترمه جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه كانت اصعب حاجه في الانتخابات دي بالنسبه لك؟ التواصل. انا عارف مريتي مواقف صعبه جدا فيها خلال الجولات الانتخابيه. الحادثه اللي عملتها هي دي كانت اصعب حاجه، كانت جايه في وقت مش الحمد لله رب العالمين على كل حال طبعا، بس كان وقتها يعني انا كنت رايحه المنيا، كان عندي مقابلات مع اعضاء الجمعيه العموميه في المنيا وبني سويف والفيوم ولسه بقى في الطريق الصبح كده الساعه 11:30 الاقي نفسي العربيه بتاخد مطب هواء على سرعتها، ضرب فرامل، العربيه تلف على الطريق لفه واتنين تتقلب على الجنب اربع قلبات في الصحراء. بس اللي عرفناه كمان انك الحمد لله يعني بعد ما خرجتي سليمه من الحادث ده انك كملتي جولتك. بقى يعني ده عايزه اقول لحضرتك برضو مش يعني بصراحه انا يعني اكتر شخص وقف جنبي برضو والدي على راسي طبعا، هو يعني هو لما انا كويسين طب احنا كويسين ممكن نكمل يا دينا، ايه رايك بابا؟ حضرتك بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه الناس مستنيانا ولازم نحترمهم ونقدرهم وما ينفعش يعني حتى يعني هم يلتمسوا لنا العذر. كانت مفاجاه بالنسبه لك ان والدك قرر انكم تكملوا؟ انا كنت خايفه عليه هو اكتر مني برضو، كنت خايفه عليه هو اكتر مني جدا لانه كان راكب قدامي انا كنت راكبه ورا، فانا كنت خايفه عليه اكتر مني وهو بصراحه كان سبورت ليا يعني انا لو انا لوحدي ما كنتش هقدر اكمل، فهو وجوده معايا ساعدني وقواني طمني. وبعدين العربيه اتبهدلت نرجع العربيه بونش واحنا اخذنا عربيه من المكان اللي كنا فيه وكملنا طريقنا على المنيا وقابلنا الناس في المنيا بصراحه يعني كانوا هم طبعا اتصدموا من شكلنا اساسا، بس الحمد لله كانت مقابله موفقه معاهم، كان مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم. كان باين في اصابات طفيفه من انا كنت لا كان في اصابات جامده، انا كان عندي في وشي كان عندي جروح في الانف وعندي بين الحاجبين عندي جروح وطبعا كدمات في الجسم كله ديت مش باينه مش مشكله. بتهيألي الناس بقى ده الحاجات دي بتبقى بتاثر في الناس قوي، فكره انكم كملتوا هو اتاثر ان انت بالظبط كده، اهم حاجه انت احترامك للشخص اللي قدامك. انا دايما اشوف كده ان انا احترامي للشخص اللي قدامي حتى لو هو مش معايا مش لازم يبقى معايا بس انا بحترمه، هو ده اهم حاجه. الاحترام بيأثر يعني بيدي انطباع كويس وفي نفس الوقت العلاقات المحترمه هي اللي بتدوم. طيب سؤال تاني، ايه الحاجات اللي شايفاها في عالم كرة القدم في الدوري المصري في المنافسات على مستوى المنتخبات او المنافسات المحلية بشكل عام بين الأندية، احنا فين وتقييمك للمستوى اللي احنا وصلنا له وايه احلامك بالنسبة لكرة القدم في مصر على مستوى الأندية او المنتخبات؟ والله هو مستوى كرة القدم في مصر كويس جدا، بس هو احنا مشكلتنا عارف ايه هي؟ ان كله بيتدخل في كل حاجة، كل واحد بيفتي، احنا لازم نسيب كل يعني كل حاجه لاصحابها لزويها، لكن ان احنا نتدخل في كل حاجه ونعلق على كل حاجه ونكبر مواضيع من لا حاجه ونقول على حاجه مش حاجه ونكبرها عشان نعمل بوم بس كده اعلامي، ده مش حلو. ده يعني ده اللي بيأذينا وبيأثر علينا بالسلب وبيخلي الموضوع مش حلو. بتشوفين في مبالغات في الوسط الكروي في مصر؟ مبالغات كتير؟ في مبالغات وفي ناس دخلاء على الوسط بيعملوا ثرثره وبيعملوا بروباجندا على الفاضي، هو بس كل المقصود منه هو بروباجندا بس مش اكتر، لكن هو ما بيفتش لا الكوره المصريه ولا الانديه المصريه ولا اي حاجه خالص، هو فرقعه بس. طيب التعصب موجود واقع وحقيقه موجوده في ملاعبنا وفي ملاعب العالم، رايك فيها ايه؟ وحلها ايه او التعامل معاها لتقليل اضرارها لحد الادنى ازاي؟ التعصب فعلا كان موجود جدا، بس شفت شكل النادي الاهلي اول امبارح كان عامل ازاي؟ كان حاجه شكل الجمهور كان حاجه محترمه جدا جدا جدا، حاجه بتقول ان احنا موجودين، ان حبك للكوره ولكره القدم المصريه فوق اي حاجه. شوف النادي الاهلي كان شكله في الملعب كان حاجه فوق الجمال والاحترام والادب والذوق، ما فيش فيها اي مشاكل حصل شوف فيها ما سمعناش عنها اي مشاكل. هو بس نبعد شويه عن ان احنا ندخل نفسنا في كل حاجه، هي الحاجه لما بتمشي كويس خلاص الناس دلوقتي بقى عندها فكر ووعي كبير جدا، وشافت اللي حصل لما اتمنع دخول حضور الجماهير المباريات اثرت على الناس سلبيا جدا واثرت على شكل الاداء شكل الاداء وفرق ومستواهم طبعا اثر جامد جدا وعلى دلوقتي دخل الانديه وكل كل حاجه هي وقعت الانديه في مصر كلها طبعا. وفي نفس الوقت بقى فيها دلوقتي كان شبابنا كان الاول بيتفرج على الماتش دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ اختلفت اتجاهاته، لكن لما رجع تاني اوجهه والمه تاني في حاجه زي كده لا بالعكس انا كنت شايفاها حاجه محترمه جدا جدا ودعوه للتفاؤل اللي جاي ان شاء الله. طيب فكره حتى التعصب بين